السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من إلكتريك فور يو مع طارق فرج. كلمنا قبل كده عن نبذة كده عن المواتير، وكانت اهتمينا قوي بالتركيب. هنتكلم النهاردة عن نظرية التشغيل. هو السؤال دلوقتي اللي ممكن نسأله نفسنا، أنا بسلط الفولت على حتة ثابتة اللي هو ده، والروتر من جوه ده راكب جوه مش متوصل بأي حاجة كهرباء، هو ازاي الكهرباء انتقلت من الاستيتور راحت للروتر ودار؟ ايه اللي حصل جوه؟ دي نظرية التشغيل اللي هنقولها. وعشان نقولها هنقول حاجتين بساط كده حكيوة. زمان واحنا في سنة رابعة كانوا اساتذتنا في العلوم قالوا لنا حاجة جميلة جدا، كانوا بيجيبوا لنا حتة ورقة صغيرة كده ويحطوا لنا فيها شوية برادة حديد، دي ممكن نعملها تجربة بجد، شوطات برادة حديد كده، ويجيبوا مغناطيس، كانت اسمها عندنا كذابة عشان بتجذب الحاجة دي، مغناطيس كده ويحطه كده ويقعد يحرك، تلاقي برادة الحديد بتتحرك. استنتجنا ايه من التجربة دي؟ ان حتة المغناطيس مش شرط تروح تلزق في الحديد عشان تشيلها، ده حاصل لها قوة طبعا، ولكن هي في خطوط انت ما انتش شايفها بتبقى طالعة من المغناطيس لحد ما تروح للحتة اللي هتمسكها، اسمها خطوط المجال المغناطيس. نستنتج من التجربة دي ايه؟ ان كل مغناطيس سواء مغناطيس بقى دايم جاي من الطبيعة او انا اللي عملته خليته مغناطيس، حواليه او طالع منه خطوط مجال مغناطيسي انا مش شايفها. طيب دي كانت التجربة بتاع سنة رابعة. في سنة خمسة السنة دي بيدرسوا لهم حاجة جميلة جدا، بيحكوا لهم قصة عن راجل اسمه عم الحاج ميشيل فاراداي. ميشيل فاراداي كان قاعد شوية كده بيلعب وماسك حتة المغناطيسة اللي احنا لسه كنا ماسكينها من شوية، وماسك حتة حديدة ملولوة أكنه سلك عمل بيه ملف، وهو بيلعب كده قام جاي متكهرب، فاستغرب قام جاي مثبت المغناطيس وقام جاي عامل كده قام جاي متكهرب، قام جاي ماسك ده مثبته حتة السلكة الملولوة دي اللي عملها ملف، وقام جاي محرك المغناطيس قام جاي متكهرب. ده قام جاي مطلع علينا قاعدة جميلة جدا نعتبرها هي الأساس النظري في إن احنا عملنا موتور. إيه هي القاعدة بقى؟ قال لنا عم الحاج ده إيه؟ إذا قطع موصل مجال مغناطيسي تولد به قوة دفعة كهربية فولت. حتة مجال مغناطيسي وأنت دخلت جوه المجال بتاعه، المجال يقطع عليك او انت قطعت عليه هيتولد فولت. وده الاساس العلمي والنظرية العلمية في ان هم بدأوا يفكروا وعملوا الموتور. نقول بقى ايه اللي بيحصل. ده الموتور بتاعي المفترض ان هو متقفل زي ده، بس انا هشرح ده عشان اقول لكم ايه اللي بيحصل جوه. موتور متقفل اهو، دول الست اطراف اللي جايين لي، الست اطراف دول عبارة عن ثلاث ملفات من جوه، كل ملف له طرفين فبيطلع لي ستة أطراف. أنا هقفلهم بطريقة ما عشان ستة، والمصدر عندي ثلاث أطراف بس ثلاثة، فأنا أكيد دول لازم يتقفلوا بطريقة. عندنا طريقتين للتوصيل، يا إما ستار يا إما دلتا. دلتا زي دي أهي، حطيت الملفات البارات كده وهاخد على الثلاث كابلات دول اللي هو الباور، او ستار ان انا هقوم جاي موصل كده حته باره نحاس هحطها كده، بقى الثلاثه دول نقطه واحده، واقوم جاي واخد الكابلات كده. دول هعمل لهم فيديو لوحده، الحاجه دي مهمه انا بشرح نظريه التشغيل. يبقى ستار او دلتا انا قفلت الملفات دي، انا قفلت الملفات دي خلاص، ثلاث ملفات طالع لي ست اطراف كل طرفين ملف، قفلتهم مع بعض وطلعت تلات كابلات راحوا المصدر وسلطت فولت. ايه اللي هيحصل بقى؟ هنسلط فولت هنا اللي هو التلات كابلات دول مثلا، ايا كانت التوصيله بقى هنشرحها بعدين، بقى في فولت واقع على ملفات. نخش جوه، التلات ملفات دول كلهم عباره عن تلات ملفات فولت، وقفلت الدايره بتاعتي وحطيت عليها فولت، وفي دايرة مقفولة هيمر تيار، تمام؟ هيمر تيار في كويل في ملف كده، هنولد حواليه مجال مغناطيسي. استنى بقى،
يبقى انا لما سلطت فولت هنا والفولت مرت في دايره مقفوله، انا لسه قافلها ستار ولا دلتا، بيمر تيار في ملف هينتج عنه مجال مغناطيسي في هنا كده في الحته دي كده، مجال مغناطيسي انا مش شايفه، فيض مغناطيسي انا مش شايفه، فلاكس. بس استنى هنا، ده الفلاكس ده مش عادي، مش مجال مغناطيسي عادي، ده مجال مغناطيسي بيدور، لان انا عندي 3 فلاكس، انا عندي المصدر بتاعي 3 فاز، كل فازه بعيده او بتبدا بعد الفازه اللي بعدها بزاويه دائريه 120 درجه، فهتلاقي عندي الفلاكس ده في الكتب اسمه روتيتنج ماجنتيك فيلد، الفلاكس الدوار بيدور كده، ورسمته هتجيلكوا دلوقتي. يبقى انا عندي كده المجال مغناطيسي دوار روتيتنج ماجنتيك فيلد مليل الحته دي وانا مش شايفه. طيب الحته دي اصلا فيها ايه بقى؟ دي فيها الروتر، الروتر ده جوه، ده اللي هنقول هو ازاي الكهرباء انتقلت ودورت لي ده. طيب نشرح بقى على الصغير ده اهو عشان هدور لك الروتر ده. ادي الاستيتور، الاستيتور وملفاته هو زي الكبير بالظبط. قلنا ايه؟ قلنا الملفات دي دلوقتي عليها فيض مغناطيسي مالي للحته دي اللي انا مش شايفها. طيب الروتر، طيب نقول حته عشان معلش نقول حته، نقول ايه؟ قلنا المجال المغناطيسي الدوار ده بيدور بسرعه، ولو السرعه دي بتتحسب ولها قانون، القانون بتاعه ان ال ان اس او سرعه المجال الدوار دي 120 اف على بي، متوقف على التردد اللي جاي لي من المصدر اللي هو تردد مصر 50 هرتز من جاي لي من الشبكه عشان في دول 60، وعدد الاقطاب اللي حضرتك لافف بيها الماتور. فلو احنا قلنا واتيفر ان الماتور ده ملفوف 4 اقطاب والتردد جاي لي من المصدر 50 هرتز، فيبقى ال ان اس او سرعه المجال الدوار اللي انا مش شايفه ده هيعمل لي 1500، وده اللي هنضرب بالمثال عشان نقعد نتكلم هو هيدور ازاي. يبقى انا عندي دلوقتي فيض مغناطيسي دوار بيدور لي بسرعه 1500 اسمها سرعه التزامن، تمام كده؟ بيدور هنا وانا مش شايفه، والروتر ده ان شاء الله كده جوه. الروتر ده جوه ومتقفل بالكفرات زي ده كده، بس انا بشرح لكم بس. بسم الله الرحمن الرحيم، كده هنشوف ان في مسافة، طبعا الروتر ده مش بتاعه بس هي نفس القاعدة، يعني هنشوف مسافة ما بين الاستيتور وما بين الروتر، في مسافة صغيرة كده، المسافة دي بتبقى هوا اير جاب، مسافة هوا. طيب عشان يديلي سبيس اعرف الف، طيب الفيض المغناطيسي اول حاجة هتقابله ايه؟ هتقابله الهوا، هيقطعه. يبقى الفيض المغناطيسي الدوار اللي هيبقى ناتج عن الاستيتور ده هيقطع لي الفجوه الهوائيه دي او الثغره الهوائيه دي او الاير جاب. طيب بص بقى يا باشا، هو قطع لي الهواء لطش هنا، او بعد ما قطع الهواء واخترقها، طبعا على ما اخترق الهواء ده الفضه قل شويه، ما بقاش بنفس قيمته وكثافته اللي طالع بيها من الاصل، لا قل شويه على ما لطش هنا، تمام؟ بس هيقطع لي ده، بقى عندي فيض مغناطيسي وهيقطع ملفات، ما هو ده برضه ملفات مقفوله ايا كان، هو سكورال كيدج ولا عضو داير ملفوف، قطع ملفات، فيض قطع ملفات، هيمشي في الملفات ايه؟ لا استنى، فيض قطع ملفات، كده جينا لعمك فرداي على طول، اذا قطع موصل مجال مغناطيسي تولد به قوه دفع كهربيه فولت، فيض وهيقطع لي ملفات والفيض ده بيدور زي ما احنا لسه كنا شارحين، هيولد لي هنا ايه؟ فولت. فولت بقى في دايره مقفوله هيمرر لي تيار. استنى، كان في فيض قطع لي هنا تولد فولت مرر لي تيار، والتيار ده بدوره بما ان دي ملفات هيعمل فيض تاني، بقى عندي فيضين، بقى عندي فيض مغناطيسي اسمه فاي 2 عشان على الروتر، وفيض مغناطيسي اصلي هنا اسمه فاي 1 اللي هو الاصلاني اللي هو 1500 على افتراض انه 4 اقطاب و50 هرتز، بقى عندي 2 مجالين، مجال ناتج عن هنا دوار في الاصل سرعته 1500، ومجال هنا قليل شويه، بقى في 2 فيض مغناطيس، الاثنين هيتفاعلوا مع بعض، هيتجاذبوا مع بعض،
هيحصل ما يسمى بالاتراكشن فورس، قوة تجاذب ما بين الفلكس الأولاني الروتيتنج ماجنتيك فيلد والفلكس الثاني المستنتج على الروتر. هيعمل إيه بقى؟ ده جوه في الكتب في لفظ جميل بيقول إيه؟ الروتر هيحاول is lying، هيحاول يركب على المجال الدوار. الروتيتنج ماجنتيك فيلد المجال الأصلي له اتجاه، لو فرضت إن هو يمين تمام، هيحاول الروتر وهو في وسط المجال ده كله هو أكنه طاير، أكنه عايم على المجال، وفي اتراكشن فورس قوة تجاذب ما بينه ما بين الفلكس اللي هنا والفلكس اللي هنا، هيحاول الفلكس ده يسحب الروتر معاه وده يركب على المجال الدوار يلف لي كده. في البداية بيقوم بالراحة، لما بيبدأ يعلى سرعته قوة التجاذب دي بتعمل لي محصلة تمام، بتعمل لي تورك عزم دوران يتناسب مع الطيار اللي على الروتر ومع الفلكس اللي على الروتر يقوم لي الموتور. هنا فيه قصة بقى، هنا فيه قصة. هو المجال الدوار دار لي سرعة 1500 على دايما ان انا حاطط كونديشن ان الموتور ده ملفوف لأربع اقطاب والتردد جاي لـ50. هل الروتر ده لما الحمد لله قام ولف هيدور بنفس سرعته؟ لا يا باشا، هيدور لي بسرعه اقل سيكه اسمها ايه؟ السليب، الانزلاق، اكيد مش هيدور بسرعته، هيدور بسرعه بتبقى مثلا في حدود لو ده ب 1500 هيدور 1460 1440 1450 نسبه صغنططه كده، في بقى فريكشن وحاجات بيقل بيها، وده له قانون حيث ان السليب او الانزلاق بيساوي ان اس ناقص ان ار على ان اس، حيث ان ان اس دي سرعه المجال الدوار 1500 اللي لسه حاسبينها، والان ار دي اللي هتبقى في الاخر هتقيسها انت بحاجه هتكون 1450 1460، النسبه دي صغيره جدا 3% 4% حاجه كده ايه لا تذكر. وبكده الموتور يبقى قام، واتكلمنا عن في عجاله عن نظريه عمل الموتور. متشكر لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه